أول وجبة لتساقط الثلوج في أرمينيا. نحن الآن شمسك أول وجبة لتساقط الثلوج في أرمينيا. حالف الحظ اليوم الحمد لله والشكر أخذت العائلة قلنا نسوي نفس فيديو بسيط لهواة مشاهدة الثلوج. أخذناهم جينا على جبال أراكات وحضرنا على جبل أراكات فترنا القهوة وشربنا والآن جاء موعد الشاي بانتظار الشاي يخدر حتى نشرب الشاي ونغني خدري الشاي خدري. يلا ألتقيكم في أرمينيا. نحن أرارات للسياحة ندعو محبي الثلوج أن يزوروا أرمينيا في هذا الوقت أفضل موسم بحيث تتمكنون من مشاهدة الثلوج مع أجواء لطيفة جدا. طبعا الجو تشوفوا مشمش على غيم على الثلج وفي يريبان جو خريف أجواء لطيفة ما أريد أبالغ أكثر. أتصور تشوفون المشهد يعني ممكن هسه أدب الجاكيت وأبقى فقط في القميص. أنتظركم في أرمينيا إلى اللقاء. القهوة جاهزة يلا اللي يحب يتفضل ويانا يشرب قهوة قهوة أرمينية. الجهال نايمين فوق الثلوج هذه اللعبة المفضلة عند الأطفال. الشاي خدر راح نشرب الشاي. اللي يحب يشرب الشاي مال فحم خلي يتفضل ويانا مال جمر. يا الله.